سهله. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتوا لي سينيور زيك لابس لي باروكه. قلت لك 100 مره دي مش باروكه، ده شعر الاصلي، وهو ده سبب قوه المافيا، قوتنا الحقيقيه، انك تفضل متخيل ان دي باروكه مع انها شعر الاصلي. سينيور سالمون ولا لانشون، انت انا والساده المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزه من سعد التالي ايه. اي نعم انا رجل اعمال مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتيه الفظيعه اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه. مش عارف، انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقك واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، اوكني لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي ناويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف حاجه زي كده. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تتعاون معاكم في ايه؟ في يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا اخي خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ اوه حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفر، أخبار صفاء ووفاء إيه؟ إيه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ أنا أهلي يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده سعد بيه؟ عشان تفكر. تعالوا ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي. رفقي يا سعد بيه. شوقت يا جماعه، انا قلقان، قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العواقب السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه. مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ أنا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا أخي. اتفضل اتفضل اتفضل. تعالى أنت معايا، وأنتوا الاتنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حواد السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش. فاهمين؟ حاضر. يلا يا ابني. مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. We'll be right back.
أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروح للدكتور. غرفة داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 أنا سعد التالي، أنت مين؟ بقال الله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما قلكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. احنا لقينا دي بعد الحد. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء، كانت ملفوفة فيها. كانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا صفاء اهدي يا حبيبتي. أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرى لنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد نازك. أنا نازك؟ تعالي تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي يا أختي تعالي. إيه المسخرة اللي أنت لابساها في العزة دي؟ أنت جاي تعزي في رقصة؟ دي سمكة، ومش أي سمكة، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدونتيل ده؟ ايه مش بتاع العزة؟ لا بسيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليك لابساه. خليك لابساه. اهدي بقى، اهدي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يا سلاوي يا صفاء. يا خرابي يا غالي علي يا صفاء. يا خرابي غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي علي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. مش فيك لوحدك، خلاص يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم اشوفها. بقال الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مجدوف للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت ارجوك. الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صفاء في نفسي. شاكرين يا حاج والحلقه السمك. ثانيه واحده، ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعزف. تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره! مش عايز ولا قطه تخش العزا، اتفضل بره! الجايه تعزي اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها.
سفخص على القطط. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذه، شرفنا يا حاج، شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا لا مؤاخذه لا مؤاخذه، انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو قوي. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. ايه الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده؟ جايبه يحرق دمي؟ اطلعوا بره، مش عايز قرف. ايه ده؟ المواد القبيحة ديت والزفرة دي، إذا كان في قباحة ولا زفارة فيهمنك أنت. لا أنا مش هسكت على العيال دي. هتعمل إيه يعني؟ هتعمل إيه؟ على العيال دي. خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خدوا يا حاج مجدي بلاش قرف. إيه ده؟ إيه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا دول. يا حبيبتي يا صفاء، يا غالية عليا يا صفاء. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. أنا صفاء الأوضة. اتنيلي بلا حب بقى يا حاج مجدي. أيوة يا سعد بيه. يلا بره، خد الولادي بره. تعالي هنا. انت خرجتي امتى؟ يا حبيبتي يا صفاء. الله العظيم يا رب يا ناس. يا لهوي يا لهوي. روعة إحساس. يا حاج مجدي. أيوة يا سعد بيه. شيل. يلا. أصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بإيدي فاضية أبدا. سلام. إيدي يا مدام. خدها بدل ما أطلعها. يلا. صفاء كانت غالية عليك. اتفضل يا سي مختار. سلامتك يا سيد الرجالة. سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي في ايه يا بدرية؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليا يابا، مالك؟ مختار ابني حبيبي، الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده، ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنتي. اسكتي بنت. ايه قرادة؟ هتقوم وتقف زي الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا، ياما نصحتك. الجواز من العينه القليله ديت يودي في 60 داهيه. ده انت اتجوزت باروكه، جبتها لنا من انهي مصيبه دي؟ انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتاثر فيا، مالك؟ شكلي حفيص يا مختار. وزعلان؟ زعلان يابا، ده احنا في ايام غبره ما يعلم بيها الا ربنا. ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا. يخرب بيتك، عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها؟ عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير، بس انا مش هنقولها لك يا زهره ده، مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره فيش تلفزيون؟ المفروض سمع النشره كده ولا كده؟ عايزين نسمعه اخبار حلوه، التلفزيون كله اخبار وحشه. اخ التلفزيون ما فيهوش حاجه يا ابني. برضاي عليك يا مختار، هات لي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج، عناية يا حبيبي. لازم يسمع اخبار مبهجة تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقولك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك يدوروا عليه عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن. ايمن ابن اختي يا عيني، جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر ابوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجه يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار، مختار. مالك يابا؟ حاسس بايه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ اعطسي يا ابني، اعطسي. انا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا، ما تقولش كده يابا. يا اسمعني. سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. هسلك البضاعة واشرفك، وانا عارف في نفس المكان التسليم، في المجاري العموميه بتاعه القاهره. ما تقلقش يابا، اطمن انت بس. ابا ابا، المعلم مات. الف رحمه ونور عليك يا معلمي، الف رحمه ونور عليك يا ابا، الف رحمه ونور عليك يا سيد الرجاله، يا سيد الرجاله. تعالي هنا اصبع الروج. انت اللي موتيه،
انت والفنان احمد سلامه من يوم ما اتلمتوا على بعض وانتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده اهو مات. اعمل فيك ايه؟ عايز ارشقك ركبه ببطنك خالص تيجي في وشك لان احجامك غريب. ما انت ملخبطاني طول عمري ببص للناس كده، انت الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه بالنسبه لي. خدي بقى خدي، انت اللي قتلت ابويا، انت اللي موت ابويا، انت اللي موت ابويا. الف رحمه ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هتطرفت سرك لاخواتي يابا، فاكرينك اب شريف يتشرفوا بيك، وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبع. الف رحمه ونور عليك يا معلم. شكرا لك يا معلم، الله يكرمك، شكر الله وسعك يا معلم. وقال لله يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسه. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك، انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار. انا ودني ناحيتك اهو. البضاعه اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟ اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفه. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطه وكل الفلوس في العمليه الاخيره. انا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. استر علينا، عيب ده شغل رجاله. تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنيين، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه. ما هو كان اخر ايامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي لا يا مختار. نعم بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه. جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البقال الله يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السؤال رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها؟ شفت ازاي؟ ده انفجرت في الغردقه، جابوها وشرفك بالمايوه على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا سعاده الباشا. البقاء لله. ونعم بالله يا فندم. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صف. ايه المناظر دي؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا ادمن انت. مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط هات في فرح على بقى تعز. انت مبارش ما جاي تقرفنا. يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعي كلها في ايدي تامه. بقك 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 ده انت بتفتح لنا بقك. انت ابويا مستلف منك 28000 جنيه؟ انت بتتطرق عليا وبتتمسخر عليا يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا. انت تعال يلا يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم، شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فندم. بقول ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده؟ ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايزه رجاله مش عايزه ناس تنهار. ليلته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال. ليلته خفيفه بس ساب اعباء تقيله قوي. شفت النعش كان طاير؟ كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه؟ هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، انتوا ما تعرفوش حاجه اصلكم، وما تعرفوا كل حاجه لما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم، ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهه الفلوس هتبقى شيش قوي، هتبقى شيش ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ يا بحبه قوي، شرفي اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دينا بنتسلى. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت،
ما تسيبش شغلك يا اشرف. لا لا ممكن ابدا. شكلك هتسيبه يا اشرف. الناس دي طولت قوي، انا جوعت بصراحه. وانا كمان يقرا قران تاني. لا خلاص. طب هنعمل ايه طيب؟ طب يا رجاله متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعه ساعه ونص، انتوا بقالكم كتير قوي واحنا جوعنا بصراحه. اقعدوا في الهوا زي ما انتوا عايزين، بس اخر واحد والنبي قفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت اهو، دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي، كالراجل ولا كل الرجالة، سيد الرجالة وحدوه. حط دي يا أمي هنا. عين يا دنار. لا لا، عشان نبقى من الاول على الابيض، انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على موضوع ما كنتش عايز اقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه، ما كانش حارمني من حاجه، جاب لي شبشب في ليله العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أمي. كان من اعز اصدقائي، كان مهنيني، ما حرمنيش من حاجه. خدت الحبايه خلاص يا حاج. خلاص حاجة. بقى لله، بقى لله. السر اللي انا عايز اقوله لكم، لازم اسالكم سؤال قبليه. ابونا الله يرحمه كان شغال ايه؟ كان عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي انتوا شاربينه من الاول. ابوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. يا كلب يا كلب، بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك. تقول على ابوك كده اللي كان من اشرف الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. وانت يا بنت، وانت ابوكي كان كيوافير؟ ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما. يا نهار اسمك ماما اتجننت. معلش روحي الحقيقه. يلا بقى بنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. بجد يا مختار، ماما كيف سويت له فعلا؟ للاسف اه. يا فضحتك يا اشرف، يا نسبتك السوداء يا اشرف. اقول ايه لزمايلي في الداخليه؟ انا اللي بطبق القانون. ابويا يبقى تاجر سلوفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعداله الاخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سلفان. بقول لك ايه يا حبيبي انت وهو، فين واحول ولا؟ عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون، يعني ممكن نترد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ الحاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سلفان، بس انا مقست كل حاجه. أنا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبة بابا نجيب اللي في أول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكوا تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي أقوله يتنفذ بالحرف. أنت كدبت؟ معنى كلامك ده إنك عايزني نساعدك في جريمتك. أيوه هتساعدني وغصب عنك، يا إما مش هتطول ولا مليم، فهمنا؟ إيه ده بس؟ إيه ده يا مختار؟ إيه ده؟ اقعد اقعد يا عبيط أنت، بلا أهدى بلا زفت. من هنا ورايح كلمتي إيه اللي هتمشي. وبالمرة بقى عندي مفاجأة، طالما إيه فتحنا قلوبنا لبعض، أنا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا. لا ما أنا هعرفكوا على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت، يا رؤى. أقول يا اسم رؤوس يا بنت الإخوات شوية. ست لما 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 ست لما رؤى مراد لما لما ست لما فرفش يا فرفش عند الضابط وحي أبا من ميت. أيوة سيبة يا سيبة. أيوة يا يا امي ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواك وصل للدرجات دي.
امال مين يجيب لي حقي مراسي باتمان؟ وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحة ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. أنا رأيك يا حاجة، ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجة. المهم بضاعتنا معانا. يا نهار اسود، البضاعة بتاعتي اتبلعت يا مختار. لا بلع على ايه؟ بلع على ايه؟ انزل معايا كمال المية. كمال ده فين فين؟ أنا اسمي أطرف. يا عم مش وقت في الشارع، انزل معايا المية. شقة عمري، شقة عمري ضاع كده برضه يا مختار تعملها فينا. الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشة والدفاه. انا مش عايز نفس شقة عمري راحت. حرام عليك يا مختار، جبت لنا نار يا مختار. مش وقت كلام، انزل معايا يا ميه. حرام عليك، شقة عمري راحت. جبت لنا نار، جبت لكم العار، ده انت اللي العار. انتوا اللي نقيتوا فيها، انتوا اللي نقيتوا فيها. خربتوا بيتي، خربتوا بيتي يا فرحة شرفة الشرفات مية. أجمل التهاني والأماني والأغاني للسيدة الكونتيسة. أشكرك. مبروك سيدي الدوق. أشكرك صديق العائلة، لقد تأخرت. نعم كنت أعمل شعري. كم أنت وسيم؟ شكرا. ممكن سؤال؟ اتفضل. لو قبلت أختك أو نصبح نسايب؟ لا نصبح خالصين. امرح امرح فلندخن الغليون يا أصدقائي. هيا بينا نمرح. لا أتخيل حتى الآن أن الكونتيسة مارغريت أصبحت زوجتي. هل أنا أحلم؟ لا يا عزيزي، لقد تحقق الحلم، لأننا سوف نمرح سويا في الحدائق بين الزهور والورود ونتأرجح معا على الأراضيح. أشكر الرب الذي جمعنا سويا، وأعدك أنني سوف أسعدك أيتها الكونتيسة الظريفة اللطيفة. وأنا أعدك أننا سنحيا معا أجمل أيام الحياة. مبروك عليك يا أختاه هذا الزوج الغني السري المريش. انك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعواقفة. وانا اتمنى لك حياة سعيدة مع فيفيان اخت القريب العاجل. ده عند ام لالو. ام لالو عزوز خمسة وخميسة. مبروك مبروك يا ابنتي، ضحى في عينيك سيدي، انها كالزهرة الفلوكسية لا تهملها. اطمئن يا عمي، فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقول لك ايه، الراجل جاي يناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارغريت، ما انت الهرب والمرض. مارغريت يا كونتيسة، انت لقد قتلت الكونتيسة. عشيقتي، ابنتي. اشرب بيه. ايوه باشا. بقول لك ايه، امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى، شوف اخويا ابراهيم بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ اتعدي باشا. طب بقول لك ايه، قوم شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. وعايز طلب كمان، قوم اقفلوا كوبري قصر النيل من 3 ل 3:15 سمر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعه 6 اقفلوا كوبري الجامعه. افتحوا لهم جنينة الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميد وابوك بيقول لك العب مع الاسد، هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامه. مع السلامة. استنى يا شريف بيه. عمر يا باشا. بعد المهمه دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا.
ايه ده؟ انت مين يا سياده الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي، سبت المهمه لميري وخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو، ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك الضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ ايوه يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله، اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي، يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه، عارف هتشتغل مع مين. تمام سيادتك يا باشا. افرد دارك يا سيادة الأمين. هو اللي تشوفه سيادة. الرجالة اللي معايا تقف ثابتة. حاضر يا باشا. تعرف إيه اللي نجاك؟ إيه؟ إن أنت من الصعيد وأنا بحب الصعايد. رجالة، أقف أنت بقى يا أمين. يلا غور، هات لي المتهم. اللي تشوفه سيادتك. السلامة. قدامي، قدامي. إيه يا ده؟ أنت داخل عليا بالجزمة؟ أنا لابس. إيه لك جزمة؟ ما تشوف شغلك يا سيادة الأمين. تمام سيادتك. مدخل لي متهم بالجزمة. لا خلاص شلناها. سمعت عني إيه ياض؟ قالوا لي إن أنت مفترق. لا ياض، كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا أنا هوريهولك. فين يا باشا؟ إيه رأيك؟ حلو. هاتوا هلا عشان أوريه الخاتم اللي في الإيد التانية. وإيه رأيك في ده؟ هاتوا. انت ياض اللي قتلت الولية؟ انا قتلت ولية يا باشا. انت اللي قتلت الولية ولا لا؟ والله ما قتلت حد. انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا ياض ساعد وقوع الجريمة؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي مشاك في الشارع؟ كنت راح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحتة دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. الله، انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس هو حلو يا باشا. مالكش دعوة يا سيادة الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فارد. يا باشا. تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه ياض؟ انا يا مبرشم. انت مبرشم؟ ايوه المصحف. مبرشم والمصحف شارب. لا ما بتحبش بالمصحف. بلاش ما بحبش كذا. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما هو كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني، ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا، هتطول معايا، وضرتني وضيعت عليا درس الايروبيك بتاعي. رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو، ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا بيعمل ايروبكس. ايوه مع المتهم يعني. ايوه. لا والله، قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سياده الامين؟ تمام هبلغه يا باشا، مع قدامي. سلام يا باشا. في جريمه يا باشا وحصلت ولازم نتحرك دلوقتي نروحها. جريمه ايه؟ جريمه قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمه زفت. هات لما اخلص منها. مين اللي كلمك؟ اللي كلمني المساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سياده اللواء؟ قال لي الجريمه دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسا مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسا مارجريتا. قصر الكونتيسا. ايوه مارجريتا. انت متاكد انت بنقول من المباحث؟ أيوة. ولا مسارات المجانين؟ لا والله هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. وقف عادل. تمام وقف عادل. قصر الكونتيسا. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتا يا باشا. كراتا. كمان حلو قوي. امتى حصلت الجريمه دي؟ حصلت من 180 سنه. من ايه؟ من 180 سنه. سياده اللواء قال لك كده؟ ايوه. ماشي، الداخليه عايزه تجنني، بس انا مش هتجنن وهحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180. قامت الساعة كام من 180 سنة؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي، انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنة. أنا معاكم للآخر. أنا معاكم لإيه؟ للآخر. للآخر. قول لحاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجة. حاضر يا باشا. شوفوا سيادتك يا باشا. حلو قوي.
لا فعلا شكلهم من 180 سنه. ماشي، ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك. هو ناقص غباوه، ناقص غباوه، لا احونا في اي حته. تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنه عايشين، ما بيعجزوش، ما بيموتوش. حلو قوي، ورينا يا حبيبي. حلو قوي، بحضر محضر سكر يا حبيبي، حضر. العب يا بابا، العب. بس والشعر والفساتين من 180 سنه، انا معاك للاخر، انا معاك للاخر. حلو قوي، حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. اه ممسوكه ناشلي في بلاد دكرور 3 مرات، اخرها العيد الصغير اللي فات، اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنه، انا معاهم للاخر. اما نشوف، ادي الجمل وادي الجمال. مين الافندي ده؟ ما شاء الله، حلو، اللبس ده متأجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوق ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي، بانجو كمان، حلو قوي. تلبسه بوريك، تلبسه خش، أنا معاك للآخر. ومين اللي قابل البعات هناك ده لوحده؟ تعالى يا أخويا، تعالى، ده متأثر قوي. اه شكل القتيل امه، معلش هنعرف كل حاجه. هات يا حبيبي، هات امسك، حرز يا اخويا اللي جاي تشم، حرز. لكش انت دعوه، وريني يا حلوه. يا صلاه النبي، حلوه قوي. قضايا مضمونه، بانجو وخمره، حتى السماله، وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه، واستهبال، لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيله القتيله بس، كل الضيوف بره. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، مش قلت لك تحفظ على الزفت ده؟ تمام يا باشا. يلا بره، يلا بره، بره بره. انا هتجننوني هجننكوا، اطلعوا بره. من الاخر، اشربوا اشربوا، حلو قوي. انا الدوق فالكاو، زوج الكونتيسه مارجريت. اهلا. وعندي معلومه مهمه قوي يا باشا. انت عارف ان انا بطل الجمهوريه في حقوق الانسان ولا لا؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحة ودقيقة، يا إما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومة مهمة جدا. قول. أنا أكتر واحد شاكك فيه أبو القتيلة، لأنه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقة. يا الدنيا جرب فيها إيه؟ ماشي. بس أنا ما قلتش حاجة يا باشا. لا عيب يا واد، أنت بتعمل النهاردة؟ أنت منين؟ من الدقي. ماشي. نام يا سيادة الدوق. نام يا باشا. باشا. أنا دوق محترم يا باشا. أنت مين؟ أنا دوق محترم. أنت لسه مصر إن أنت دوق؟ يا باشا. امسك عواطيك. عيني يابا. امسك عواطيك. العيني يابا. الشركة الحرامية ولاد الكذاب. عيني يابا. إحنا في سنة كام يا واد النهاردة؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي. الحقيقة. ماشي. قتلت بنتك ليه يا راجل؟ أنا ما قتلتهاش. أمال إيه؟ الدوق ده هو اللي اتجوزها. أيوه. وهي اتكنتلت من 3-4 أيام. اتكنتلت من 3-4 أيام؟ بإيده يا باشا. والنبي. بإيده يا باشا. وأنت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا يا باشا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا. النبي يا باشا. ثانية واحدة أخلص. أنا عندي معلومة تانية مهمة. آخر جملة قالتها له القتيلة قبل ما تموت، مش هديك مليم أحمر من ثروة جوزي. مليم أحمر من ثروة جوزي. ده دافع أكيد إنه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي. بس باشا أنا ما قلتش حاجة. لا عيب، ده أنت بتعمل النهاردة. أنت منين يا واد؟ من إمبابة يا باشا. أجدع ناس. ارفع يا سيادة الدكتور. يا لهوي. قتلت بنتك ليه؟ ها؟ الحقني يا ابني. الحقني هتلحقكم. الحقني هتلحقك. وعاملين لك إيه يا بوريكو؟ عايزين تجننوني. يا لهوي. وبعدين؟ الراجل اتحط بالسبيرتو لحد ما اجيله. اللي بعده برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش يا عوضين، تقرب ايه للقتيلة يالا؟ انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مرة اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنة كام يا واد دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي. ماشي. اختك اخر مرة دخلت الحمام امتى؟ امبارح. امبارح الصبح. وانت شعرفك بتبص على اختك من خلف الحمام يا واطي. باشا. ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. اه. وكمان كان قاطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام. بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا واد؟ من حوش عيسى. احسن ناس. حبيبي. انت يا واد. عوضين. يا باشا. يقعد في السبيرتو اللي بعده. انا اللي محتاج السبرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. اه كفايه كهربا بقى، كفايه ضربت يا ابن الهبل. ده انا بشيل لك ضوافرك، ده عبيط.
طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيلة يا قط؟ انا حمدي أرضوان صديق العائلة. كنت احبها حبا جما. وكنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغارة. بس الدنيا كانت ضلمة وانا بخاف من الضلمة. ده ذكر يا قط. باشا الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب النهاردة. انت منين يا قط؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد دي هدية مني. عوضين يا باشا، حطوا له منوكير. تمام يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ ومنين؟ انت منين يا قط؟ من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننوني. عايزين تجننوني. انا من الدويقه يا باشا. انت دلوقتي من الدويقه؟ ها؟ ولا مش انت ابراهيم ليه يا هلا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله ما سجلت حاجه. انا اللي فيها انا اللي فيها دوك يا باشا. كنت عايز اخدم والله يا باشا. انت عايزين تجننوني؟ تدخلوا بابوك اسم؟ انا هشيلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك الترقيه. خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، الحمد لله يا باشا. شوف انا هشيلك ايه؟ هتشيلني ايه؟ تمام يا فندم. تعال خد بيدي خرجنا، انا تعبت من كتر الضرب. باشا كلاب، نفسي اعمل فيك حاجه احتقرك فيها يا باشا. قوم يا ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضيه اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل وتحرق المسلسل. عايز حاجه تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي محدش يتوقعه خالص، وانا اوريه لك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكم الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى يا ياض، امضي ياض ان انت اللي قتلت الكونتيسة. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا ايه؟ مجانين، انتوا لسه شفتوا جنان. امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضية وزي الفل. وانا اقوى ظابط مباحث شافته المنطقه وهوريكوا. انت يا زفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايز اقول لك كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده، يا ساتر يا امي، انت ما بتناميش؟ ايه ده، البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى. ده القبطان، القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله، كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه، تفك التكشيره اللي على وشك دي تجيب الفقر. طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما، هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام، كل الام يا امي. كل الام. حاسب حاسب. تعبان تعبان. ايوه، ايه اللي تعبك بس؟ بتقولي قولي وانا اريحك. فروه شعري الخشنه يا امي، كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش، اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي 3 ساخ. مزين وثلاثه ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما بتكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص. اجيب لك منين انا 3 ساخ؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوكي يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس. طلعي بقى. انا غلطانه، انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وانت مش حاططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه، اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه. ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا لي في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد ارض الميعاد، ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض، ملخبطنا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني؟
هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه. ما تقلقيش، بس انت طلعي شويه فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يا خيبتك يا ام باروخ، يا خيبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وصيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاثنين شركة فيه وانتي سرقتيني وخدت نصيبي. برضو بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني، ما تجيبليش سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حقي ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حقك. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسرة شافوا لي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينة، تحفه، ممكن نصورها ونعملها أرض الميعاد، قريبة جداً من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه؟ كتير. أرض الميعاد؟ لا ماليش دعوة. مش تيجي معانا أرض الميعاد؟ لا هقعد في بولاع. تقعدي فوق، يعني أنتِ عاملة الهيصة دي وراكبة مركب ومش شحتات ومش هتيجي أرض الميعاد يا بخيلة عشان بخلك؟ براحتك، براحتك، أنا زهقت خلاص. إيه ده؟ مش تفتح؟ قلب اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي وربني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب ياض يا ليشع. بكرتوف يا باروخ. بكرتوف؟ تشربوا حاجة؟ تسلم يا ابو الكرم، أنا سارق من أمي 3 ساغة. طب بقول لكم إيه؟ أنا معايا كنزاية سايبها عشان لو أمي جات لها كومة السكر ألحقها بيها، تشربوها؟ هنشربها. يا سيدي مش عاوزين، مش عاوزين. اسمع، إحنا هنكلمك في حاجة مهمة يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعة، أنا موافق أعمل معاكم أي حاجة، بس على شرط بعد القعدة دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، إن أنا هرجع بصراحة. اسمعنا كويس يا باروخ، إحنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. أنت هتشتغل في المخابرات الإسرائيلية. بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطة قشطة، دمي هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات. وتروح له ليه يا بابا؟ ما هو قدامك أهو. أنت؟ لا انا عايز ارمي نفسي في البحر. اصل المفاجاه، مفاجاه. بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له ده بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريح فيه. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين، دولة إسرائيل. طب ما تسيبوني أرمي نفسي فيها. إيه؟ تعالى يا ربي. أنت بتقولي كلام ليه؟ كلم عادي. ده البت دي مخابرات، البت دي مخابرات. أنا هرمي. لا 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 لا، مش دلوقتي، مش هرمي نفسي اما اتاكد منها. اما خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات، يعني انتوا فاجئتوني. في حد تاني ولا انتوا اخر ناس ولا ايه الموضوع؟ اوامرك ادون ليشا. يا نهار اسود، دومي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. امال دي مين؟ المستند الاسرائيلي بيني وبينك. خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انت ماما؟ I am Brigadier Shimon Sharon Netanyahu، قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش، أنا آسف. يعني حضرتك راجل دكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي.
ازاي؟ لو رضعت من حضرتك مع اني مش عارف كانت هتبقى ازاي دي، على الاقل صوتي كان تخن. انت عارف انه عنا اكتر الاجهزة الامنية تقدما في العالم في التمويه والخداع والتنكر. احنا عايزين نزرعك نغرسك في مصر. احنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ سوري انا نسيت مكان البحر. هو بقى في انا مش مظبوط، انا حاسس ان انا بحلم. حاضر يا فندم، انا جندي مجند تحت امر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ صميغ الاسكندراني. مين صميغ الاسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح، سمير الاسكندراني بتاع يا شو قامت داري داري الدموع داري، هو ده؟ ايوه سمير الاسكندراني داري العيون داري، عميل المخابرات المصريه. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. منتج له ده ايه يا بارون؟ بنقول لك راجل مهم في المخابرات المصريه من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح. لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده هو ده بروخ بخبيخو. انت بطل. تحت امرك تحت امرك يا ماما. قصدي يا ست الباشا. انا اسف. احنا ما بنهزرش يا باروخ. ولا انا بس من حق اتلخبط. من حقي. ما تقلقش، اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا باروخ. يلا يا بطل. اسرائيل محتاجاك واسرائيل وراك. حاضر، ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ بطل وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر. رايح فين يا باروخ؟ مين اللي قال ان الزمان ملوش امان يا عيني. دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عيني. يا شوق يا مداد داري الدموع داري. يا شوق يا مداري داري الدموع داري. عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان. نرتاح من تولعلي. مين؟ ماما؟ الباشا عم المخابرات الإسرائيلية. وطي صوتك. حاضر ودينا في داهية. أنا أصلا بحب حضرتك. أنت قدوتي، أنت قدوتي في الموساد الإسرائيلي. بس أوكي. شد حيلك، إحنا وراك. أنا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا، وإن شاء الله شرف ساعتك في المخابرات الإسرائيلية. أوكي أوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جاتك نيلة هتودينا في داهية. كل يوم اعمل كده ولا حد بيسجل لي ولا حد بيصورني ولا حد حاسس بيا اصلا.
الحاجة الوحيدة اللي معلومهنيش إن أنا أفتح البتاعة دي. تيت تيت العميل، تيت تيت العميل يتكلم. الساعة 12 وربع، واحدة ست تخينة جدا كانت ماسكة في إيديها عيل صغير، أرخم عيل شفته في حياتي، كانت مودية الحمام وفي إيديها تلات مناديل ورقية ومعاها بوك كانت حاطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية لمحسن اللي في الشارع اللي وراها. شفتوا دقة المعلومات؟ شفتوا العميل بتاعكو وبتدفعولي 40 شيكل في الشهر ما بيكفوش كريم لشعري؟ زودوها شوية، في ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجة. تيت توت توت العميل، توت توت العميل يتكلم. الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وصرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا؟ شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش، مش عارف أجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش حاجة. توت توت تات تات العميل، تات تات العميل يتكلم. أول امبارح التلفزيون المصري ذاع النشر 9 3 مرات وما جابوش سيرة إسرائيل في ولا واحدة، وأنا شايف إن ده تمويه بيحسسوكوا ان انتوا مش في دماغهم وبعد كده ياكلوكوا علقه موت. شفتوا دقه المعلومات للعميل بتاعكوا؟ بتدفعوا 40 شيكل في الشهر، فكوها شويه. تات هوف هوف سيخ، هوف هوف سيخ العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتابلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتابلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شيكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه انا زهقت. هو ايه اللي توت وتات يا بروخ؟ ايه يا بروخ اللي انت بتعمله دوت يا بروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقة، اعمل ايه تاني؟ دقة ايه؟ ماشي ورا الست التخينة وتقول لي دقة؟ ما انا لازم امشي وراها، طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينة. ايوه وانا المناديل الورقية. وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه يا بروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بروخ، يا بروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تنفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف. خلاص عمليه بروخ انتهت، بروخ ركب الصاروخ. بروخ انا عامل لك مفاجأة. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضره الضابط، البهوات هم اللي مجندني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصريه. العقيد يوسف شعبان، الرائد ناديه الجندي،